نروح بقى مع حضراتكم لموضوع مختلف، ونروح لبطوله او بطوله مهمه جدا لذوي الهمم بالمركز الاولمبي بالمعادي، وهي بطوله كاس مصر للبوتشا ورياضات ذوي الشلل الدماغي. تعالوا نتعرف على شويه تفاصيل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلام. النهارده بنقيم مسابقه كاس مصر للبوتشا، دي تاني المسابقات اللي الاتحاد بينظمها للبوتشا. نظمنا قبل كده بطوله الدوري، والنهارده بننظم بطوله الكاس. بطوله الكاس النهارده متضمنه من المسابقات الفرديه للاعبين ذوي الشلل الدماغي، وخلال اليوم برضو هيتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر ولاعبي منتخب مصر اللي شاركوا في البطوله الافريقيه بجنوب افريقيا في الفتره من 16 ل 23 مايو، ودي احد البطولات المؤهله لباريس 2024. لعبة البوتشا دي لعبة بيمارسها شديدي الإعاقة من ذوي الشلل الدماغي أو الإعاقات الحركية، واللي بيمارسها هم مستخدمي الكراسي، يعني مش هتلاقي لاعب واقف بيلعب، لا اللي هم قاعدين على الكراسي. اللعبة دي بتتلعب مسابقاتها فردي وزوجي وفرق، كمان ليها ثلاث طرق مختلفة للعب، بتتلعب يا إما بالإيد أو باستخدام خوذة على الرأس أو بالرجل بالنسبة للناس اللي هم إيه عندهم ضعف في الأطراف الأربعة، فأنا بستخدم الخوذة اللي هو بتتركب على الرأس اللاعب وباستخدام الرم. هو بفضل الله لعبة البوتشا دي دخلت مصر من 2018 مع إشهار الاتحاد المصري للرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي بقيادة الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد. اللعبة دي حضرتك بتتكون من 13 كورة، في الجاك اللي هي الكره البيضاء، وفي ست كور حمراء وست كور زرقاء. بتتلعب فردي وبتتلعب زوجي وبتتلعب فرق، ليها اربع تصنيفات طبيه على حسب شده الاعاقه. بيلعبها الاولاد اللي هم ذو الشلل الدماغي الشديد، لازم الاربع اطراف يكونوا متاثرين، والاعاقات الحركيه الشديده اللي بيكون فيه اصابات في الفقرات العنقيه، فبتؤدي الاربع اطراف ان يكون فيهم شلل شديد. بفضل الله بنمرن الاولاد، بقالنا دلوقتي يعني اربع خمس سنين شغالين في تدريب للاولاد، لان احنا وصلنا بيهم سافرنا سفريتين بالمنتخب، سفريه في تونس سنه 2019 في البطوله العربيه، وكان سفريه ثانيه لسه من اسبوعين تقريبا في جنوب افريقيا، وحققنا ميداليتين ذهب وواحده برونز. بنبتدي ندربهم في النوادي بتاعتهم اللي كل واحد بيتمرن تبع النادي بتاعه، بنجهزهم نفسيا وبنجهزهم بدنيا ومهريا للبطولات، منها بطوله كاس مصر عشان بنبتدي نختار المنتخب اللي هيشارك في بطوله بولندا 22/8. والله حضرتك هو بالنسبه لوقت البوتش حضرتك، يعني انا كولي امر حضرتك انا يعني عرفتها بطريقه صدفه عن طريق الكابتن اللي هو ماسك اللعبه عن النادي اللي مهند بيتدرب فيه وكده، فعجبتني وكده، ولما لقيت الاطفال زي ما قلنا كده ربنا كرمهم هو ده ياخدوا بطولات كده ويحصدوا ميداليات لمصرنا العزيزه الغاليه، فوالله ده شجعني وعرضت الامر على مهند ابني وكده، فهو قال لي يعني ماشي يا بابا، هو عايز يغير جو وكده حضرتك كده، ويعني وعنده طاقه بيحب ان هو يخرجها وكده، فلقيت ده انسب لعبه ليه، يعني ان شاء الله باذن الله تنفعه ان شاء الله، وهو اتصنف ان شاء الله خد تصنيف بي سي 5، وربنا يسهل ان شاء الله كده باذن الله. الحمد لله، وربنا يبارك للدكتور محمد بيومي، هي فعلا اللعبه بتفيدهم وبتخلي تركيزهم بيزيد، ويعني هم كده احسن. هو لسه ابني عنده 10 سنين بس ان شاء الله يعني هيبقى احسن واحسن باذن الله. هو انا لسه يعني ما بداتش لعبه البوتش، يعني لسه مش هلعبها دلوقتي، فاضل لي لسه كتير، وانا كنت جايه النهارده اقدم، وهو رايي فيها حلو وعجباني ونفسي العبها وبحبها. اللعبه حلوه بس لعبه هي فيها حسوس، عامله زي التومنه اللي قال العب، يعني هي والدتي اخويا اصلا كان بيلعب مع كابتن محمد بيومي، وهي اللي يعني كلمته عليا.
يعني الحلو في الموضوع ان هذه الرياضه تحديدا لما تيجي كده تبص لها هي بالتارجت تحديدا الفئه اللي هي عندها الشلل الدماغي. الفئه دي ربما لما تيجي كده تشوف يعني شلل دماغي الموضوع يا كريم ما هوش بسيط ابدا. طبعا. انت ممكن تقول طبعا. ان خلاص هذا الشخص تقريبا يعني ما فيش حاجه ممكن ان هو يقدر يعملها في الدنيا مثلا، لكن الكلام ده مش مظبوط. الكلام ده تماما مش مظبوط. كل بني ادم ربنا خلقه على الارض ليه دور، مش حتى لو هو يعني مصاب باكتر مرض ممكن يكون فيه عائق في الحياه، لكن اكيد ليه دور. ربنا ما بيخلقناش كده بلا سبب. ففكره هنا هذه الفئه من اصحاب الشلل الدماغي لما انت يبقى عندك رياضه زي البوتشا اللي هي ممثله ليهم تحديدا، وطبعا زي ما التقرير كان بيشرح ازاي بتتلعب، هي فعلا زي ما بيطلق عليها لعبه بتعطي امل لاصحاب هذه الفئه. فانا شايفه ان دي حاجه محترمه جدا، ويعني سيبك من انها سهله صعبه، ليها طبعا ليها اتحاد وكل حاجه وممثله وبتدخل اولمبياد باي ذا واي يعني، ولكن اللي انا عايزه اقوله ان انا بحب قوي اعطاء الامل لاي شخص على الارض، ده بيفرق جدا جدا، وتحس ان البني ادم حس ان هو ليه لازمه زي ما بيتقال في الدنيا. ف ده احنا لما اتكلمنا كمان الفترات اللي فاتت على ابطالنا البارالمبيين كل واحد منهم قصه كفاح ونجاح مدويه، كل واحد منهم على حده استحمل حاجات كتير جدا مننا كاسوياء صعب نستحمل حتى ربع الضغط اللي هي بتشكله على الواحد. احنا بنتكلم على ابطال بالمعنى الحرفي للكلمه، وبنتكلم على ان الاهتمام بهذه الفئه مش تفضل مننا، ده واجب علينا، ده حق من ابسط حقوقهم، ما نبقاش احنا والزمن عليهم. والحقيقه كلهم بيشرفونا ودايما بيرجعوا من كل دوره بارالمبيه معاهم عدد من الميداليات المتنوعه يمكن 50 ضعف الاسوياء. اخر حاجه كانت طوكيو، ما طوكيو البارالمبيكس جابت عدد اكتر من الاولمبياد يعني ده كل مره.